جينا على عرسال وتحديداً بالمنطقة الحمراء شارع 17 لنعرفكن على مشروع فخم جديد لجاردان دو عرسال 3020 المؤلف من 5 بنيات سكنية بلزق بعضن 30 شقة للبيع وشروط بتناسب كل أحلامكم. منطقة كتير رايقة، كب الإبرة بتسمع رنتها، فيو ما بيتفوت، 24/7 security gated community، بعيد دقيقتين بس عن الطريق العام وشي 18 دقيقة من بيروت، أكيد إذا ما في عجقة سير. أسعار مغرية، starting price 14,000 دولار متر مع تسهيلات بالدفع. الشقة فيهم 3 قوض نوم، 3 ماستر، عندهم 3 باركين تحت الأرض وقوتين للصناعتين وكاف فيها تتحول لقوضة صانعة عند الحاجة. الأرضية رخام، ميكست بين ترافرتينو سيلفر والبوتوتشين، وداخلها باركي ماسيف، وكل شقة إلا قفل بايومتريكس تفحص شبكة العين بتفتح الباب. الروف توب مجهز ببرايفت سويمينج بول، والريسبشن اريا مسكره بكيرتون جلاس مع بانوراميك فيو على الحدود. بروجكت لجاردان دو عرسال 3020 اندر كونستراكشن، وبيتسلم صيف 2015 اذا الاحداث سمحت واذا وفيوا بوعدوا المعلمين. شقق فخمه مساحه 330 متر بعرسال، سمارت سيستم، تراس كتير مهضوم، منظر ما بيتسكر، بس بسبعة مليون وثلاثمية وخمسة وعشرين ألف ومئتان وخمسين دولار. أي أي آه آه شقق